للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. سيد عبد القادر، مرحبا بك. بداية، موقع الخليج أونلاين كشف عن اختطاف العشرات من المتطوعين للقوات الحكومية في صلاح الدين من قبل ميليشيا الحشد، ما الدوافع الحقيقية لهذه العملية؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن الدوافع التي تدفع لحملات اعتقال متطوعين هو بدوافع طائفية بحتة، ولا يراد لأهل تلك المناطق أن يستلمون الملف الأمني بأيديهم، لأنهم يريدون بقاء الميليشيات في صلاح الدين وفي الموصل والأنبار، وبالتالي هم يدفعون بأعداد جدد ومتطوعين جدد، ويريدون إخضاع الكل للسيطرة الأمنية المطلقة لصالح هذه الميليشيات من أجل التمدد للمشروع الإيراني بطريقة واسعة. وهذه حقيقة تأتي تمهيدا من أجل أن يبدأوا بعمليات تهجير واسعة لهذه المناطق من أجل استبدال سكانها، فهي دوافع طائفية وتجري أمام أنظار الحكومة وأمام أنظار العالم أجمع. نعم سيد عبد القادر، يعني حتى المنتمون للأجهزة الحكومية لم يسلموا من انتهاكات ميليشيا الحشد، كيف تفسر إطلاق يد هذه الميليشيات من دون رقيب؟ من المؤكد أن ما يجري على هذه المحافظات بدوافع طائفية يؤكد على أن الحكومة والميليشيات يعملان في طريق واحد من خلال ما ترصده الهيئات كهيئة علماء المسلمين في قسم حقوق الإنسان لحملات الاعتقالات المعلنة أو الاعتقالات السرية، أو عن الأجهزة الأمنية التي تخدم الحكومة غير حقيقة مؤمنة على أرواحها. يؤكد أننا نعيش في حفلة من الجنون تستخدمها الحكومة في حقيقة في انتهاك حقوق الإنسان، لأنه هذه القضية تؤكد على أنه يسعون بالكامل إلى أن هذه المحافظات وأبناء هذه المحافظات أعداء وخصوم حقيقيين لهم من خلال هكذا إجراءات واضحة واعتقالات صريحة تنتهك فيها الحكومة وميليشياتها حقوق الإنسان بطريقة جنونية لم يعهد العالم. لأنه اليوم عندما يتم الاعتقالات اليومية لهكذا مواطنين ولهكذا محافظات يؤكد على أننا حقيقة نسير على أنهم سيعتقلون جميع أفراد هذه المحافظات، لأن الاعتقالات دورية وتجري يوميا على أبناء هذه المحافظات. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن العراق يمتلك أعلى عدد من المفقودين والجثث المجهولة، ما الواجب على المنظمات الدولية فعله تجاه هذا الواقع الإنساني المتفاقم؟ الواجب أن تكون أكثر تأثيرا من خلال على صناع القرار. هذه المنظمات ينبغي أن تذهب لطرق أبواب الدول الفاعلة كالدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، عليها أن تكثف تقاريرها لأجل أن تفهم شعوب العالم على ما يجري، وبالتالي ينبغي أن حقيقة تتوحد أمام هكذا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في العراق واختفاءات قسرية وهي جريمة دولية جنائية. ينبغي عليها أن يكون هناك عمل وحدوي لجميع هذه المنظمات من أجل حقيقة أن تكرس الأضواء والآليات القانونية في المحكمة الجنائية وغيرها من الدول التي ترعى حقوق الإنسان، ويمنع حقيقة بإلزام دول يمنع استقبال أو دعم حكومات متعاقبة في العراق هي تنتهك وتتستر، وبالتالي هي تمارس عملية الإخفاء القسري للمواطنين. في تقريرها الشهري أحصت هيئة علماء المسلمين اعتقال 443 شخصا وكذلك مقتل 29 آخرين في شهر آذار الماضي فقط، ما دلالات استمرار هذه الحملات أستاذ عبد القادر؟ هذا يؤكد على أنه هكذا رصد يجري للاعتقالات في المدن، يؤكد على أنهم يسعون إلى عملية اعتقال أكثر عدد ممكن، لأن هذه الإحصاءات لم تشمل ما يجري من اعتقالات في سجون سرية على يد جهاز الإرهاب ولا على جهاز الأمن الوطني الذي يمارس الاعتقالات. هناك محاجر في المطار إلى هذه اللحظة يوميا يورد فيها أكثر من 200 شخص معتقل في مطار المثنى، يعذبون دون أرقام ودون أن يكون هناك حتى أوامر قضائية عليهم، وبالتالي يحتجزون لفترات طويلة. هذه دلالاتها خطيرة تماما، يؤكد نحن أمام حقيقة جنون في انتهاك حقوق الإنسان تمارسه الحكومة على المواطنون،
يؤكد على أنه ينبغي أن يكون هناك تداعي حقيقي لإيقاف هكذا اعتقالات. هم يريدون حقيقة تغييب أكثر عدد ممكن من أبناء هذه المحافظات. يعني اليوم نعيش ما بين التهجير وما بين النزوح، ملايين مهجرة وملايين تعيش في خيام، والآن الذين يعودون إلى ديارهم وهم قلة يبدأ عمليات الاعتقال إليهم. نحن نقدر نعيش في غابة وليس في حكومة، خصوصا مع قرب الانتخابات وهم يدعون أنهم قد انتهى الإرهاب، وبالتالي هم يعتقلون أناس من مناطق آمنة، مما يؤهل على أن القضية لا تتعلق بالأمن، إنما القضية تتعلق بإطار طائفي وزج أكثر عدد ممكن من الشباب في السجون. فحقيقة أصبحنا في هذه المحافظات من خلال ممارسات الحكومة والداعمين لها أنه حقيقة رجالاً ونساءً في قبور وفي سجون وفي خيام ونازحين خارج البلد، وهكذا هم يسعون بوتيرة متصاعدة باتجاه هذه المحافظات. من عمان الناشط السياسي السيد عبد القادر النايل، شكرا لك.